دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بدوره لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضاف المالكي أن المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين متعمدة وممنهجة. نحن هنا اليوم لنوقف القتل ونوقف المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، المجازر الجارية المتعمدة والممنهجة والوحشية من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يقيمون تحت احتلالها الغير قانوني. مجلس الأمن عليه واجب والمجتمع الدولي عليه واجب بموجب القانون الدولي بوقف هذا واجب جماعي علينا كبشر. والآن استمرار الفشل في هذا المجلس لا مبرر له.